توجهت وزارة التربية والتعليم نحو إنشاء وافتتاح العديد من المدارس الحكومية الجديدة إلى جانب إنجازها لمجموعة من المباني الإضافية بالمدارس القائمة بالشكل الذي سيسهم في توفير المزيد من الخدمات التعليمية للطلبة الدارسين في مختلف مدارس الوزارة، حيث سارعت وزارة التربية والتعليم إلى الكشف عن ماهية المشروعات الإنشائية العديدة والتي من ضمنها مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة حمد تضم ما يزيد على 30 فصلا دراسيا تستوعب أكثر من 1000 طالبة، إضافة إلى 5 مبان إكاديمية وإدارية إضافية تتوزع بواقع مبنى واحد في كل من مدرسة السلام الابتدائية للبنات بمنطقة جد حفص والتي يضم مبناها الجديد 8 فصول دراسية تستوعب 280 طالبة، إضافة إلى مبنى بمدرسة الرفاع الغربية الابتدائية للبنات يضم 7 فصول دراسية تستوعب 250 طالبة، ومبنى آخر بمدرسة سمو الشيخ محمد بن خليفة الابتدائية الإعدادية للبنين بمنطقة البديع يضم 15 فصلا دراسيا تستوعب أكثر من 500 طالب، ومبنى إضافي بمدرسة المحرق الابتدائية للبنات يضم 10 فصول دراسية تستوعب ما يتجاوز عن حدود 350 طالبة، ومبنى آخر بمدرسة الرفاع الغربي الإعدادية للبنات يضم 16 فصلا دراسيا تستوعب ما يزيد على 560 طالبة. واشتملت المشروعات على فصول مهيئة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وفصول للموهوبين وصالات متعددة الأغراض ومختبرات متطورة للحاسوب والعلوم والتربية الأسرية وغيرها. وتحرص وزارة التربية والتعليم ممثلة بسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي على تفقد المشروعات الإنشائية الجديدة الذي أكد بدوره على أن هذه المشروعات تأتي كأحد أوجه الدعم الكبير الذي توليه قيادة بلدنا العزيز لقطاع التربية والتعليم.